أنا عمرو الصهيجي، كابتن منتخب مصر للسباحة الأولمبية، مصنف أول مصر وأفريقيا وخامس عالم. أنا بدايتي كنت بلعب ملاكمة في الأكاديمية المصرية للملاكمة مع كابتن محمد رضا. لغاية 2010 عملت حادثة عربية. نتيجة الحادثة ديت حصلت لي إصابة في الحبل الشوكي، خلتني أبقى ويل تشير يوزر، سببت لي شلل رباعي اللي هو فقدت فيه القدرة والإحساس من أول رقبتي لغاية رجلي. خلاص الناس كانت متخيله ان انا يعني مش هقوم السرير، وكان في كلام ان في اول سنه ونص ان في احتمال ان ممكن ما تعملش. ثلاث اربع سنين بتمرن نيوتريشن وريكفري من الاصابات اللي عندي لغايه ما ابتديت اخر 2014 ابتدي اعمل علاج طبيعي. قابلت كابتن عماد تركي مدرب منتخب مصر للسباحة الأولمبية، وهو اللي قال لي تعالى نلعب سباحة. أنا ابني كان في الأول جزء من العلاج الطبيعي نهاية السيرجري، ألعب سباحة إزاي يعني؟ قلت له تلعب سباحة الشرقية؟ قال لي لا تعالى بس نجرب كده وهنشوف إيه اللي هيحصل. ابتدينا إن إحنا نتعلم حمام سباحة بتاع أطفال عمقه ما بيتجوزش متر، ومع ذلك برضه كنت بغرق فيه. ساعات بواجه صعوبات بس الناس اللي حواليا بتساعدني ان اشوف الهدف بتاعي. الحمد لله من ساعتها كان في الجمهورية 2016 2018 2019 خدت فيهم برونزية وفضلية المركز الثاني وبرونزية المركز الثالث، وانضميت للمنتخب في 2017. سافرت أول بطولة دولية ليا مع المنتخب في 2017 كانت في برلين، ودي الحمد لله أخدت فيها أول ميدالية ذهبية. بعدها شاركت في تصفيات بطولة العالم في اسكتلندا وحققت فيها برونزية المركز الثالث، ودي اللي أهلتني لدورة الألعاب البارالمبية في طوكيو الحمد لله. وأعتبر إن أنا تاني واحد في تاريخ مصر يتأهل لدورة الألعاب البارالمبية في التصنيف بتاعه. وزي ما بقول دايما إن إزاي وإمتى دي بتاعت ربنا، بس أنت اسعى وعافر وأنت اللي بتختار، يا بتكون ضحية ظروفك يا بطل قصتك.